السفارة ايه رأيك فيه؟ حلو جدا 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 يا احمد امين، ابدع فيه جدا، وحتة انه بيغير الشخصيات كل شخصية بيعملها مظبوطة بجد، والله انا بحبه جدا احمد امين. هو عبارة عن ان هو حياته مش عاجباه، ففي سفارة يعني بيلاقيها خلاص، هو معروف طبعا، وبيفضل كل ما يصفر مرة يغير حياته ويعمل موقف جديد، فيغير حياته خالص، يخليها مثلا 7 سنين او 6 سنين قدام يخليها بشكل مختلف. مسلسل تحفة، فكرته اصلا التأليف بتاعه حلو جدا جدا. ايه رأيك في مسلسل السفارة؟ السفارة فكرته، شايف ان فكرته جديدة يعني، وفكرته حلوة، وبيعمل حاجة كوميدية، هو احسن حاجة دلوقتي يعني شايفها كوميدي في المسلسلات. هي الفكرة عبارة عن الحاجات اللي ما بترضاش بيها، انك كل يوم حاجة جديدة، انت بتبقى فاكر ان انت هتخطط لمستقبلك وحاجتك من دماغك او حاجة زي كده، بس هو عامل فكرة ان المفروض ترضى باللي حصل لك يعني، ده نصيبك، في اطار كوميدي. ايوه، هو عامل يعني التمثيل حلو جدا الصراحه. بصراحه اداء 100 على 100، احمد امين بصراحه الدور بتاعه كان حلو جدا، هو وطه دسوقي بصراحه احسن من الاثنين، ماستر بيس. وكمان بحوار البرنامج اللي هو عملوه ده، وكمان طلع ان هو على جوجل بلاي ان هو تقدر تعمل له اسمه ده انستول، هو بصراحه حاجه حلوه جدا ان هم كمان انت بتسوق للسياحه في مصر كمان، حاجه يعني جميله جدا. والله هو حلو، بالذات ان احمد امين على طول بيغير جلده يعني، ما بيثبتش على حاجه. واحلى حاجه كمان هو في الاخر هيوصل لك موضوع الرضا، ان هو مهما جرب انه يتنطط في اكتر من مكان او انه يجرب اكتر من شغلانه، في الاخر هيتلف تلف ويرجع للرضا بتاعه، اللي هو يعني ان هو يعني يرضى اللي ربنا قسمه له، ان هو في الاخر يرجع تاني شغلانته، لان هو ايه اللي هو كل اللي بيعمله ده هكس في الاخر، مش هيستفاد منه اي حاجه يعني، كل مره بيطلع بمشكله مش هيعرف يحلها، وفي الاخر بيرجع يسيبها لزمنه تاني لايام الحفله. فكل ده بيؤدي ان هو في الاخر يرضى بالموضوع ان هو فيه يعني. وطبعا معاه شباب صغيرين جامدين قوي يعني، طه دسوقي ومراته شيرين دي، طبعا ده المسلسل حاجه حلوه، والرضا ده هدف كويس ان المسلسل يقدمه، ان احنا ما بنتفرجش على مسلسلات تافهه يعني، في الاخر لازم يكون ليها هدف يعني، ما نضيعش وقتنا على الفاضي. حلو كده، وقصته عجباني بامانه، وضحك وبتاع، فجامد.